بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. تقبل الله أعمالكم، غفر الله ذنوبكم، أجاب الله دعواتكم. من يرقب الوضع الحالي لا يمكن أن يشك بأن المكر الإلهي يعمل بوتائر عالية جدا ومستمر، والمكر الإلهي إنما أعد تارة للانتقام من الظلمة، وأخرى لإنقاذ المستضعفين المظلومين. ما رأيناه في طبيعة حراك الأمريكيين والبريطانيين بالأمس أو فجر اليوم بشأن اليمن، أنا أستغرب جدا أن تصل أمريكا إلى حماقة هي من البديهيات جدا، لكن هو نمط من أنماط المكر الإلهي، كما أننا قد رأينا في حراك الصهاينة في فلسطين ضد الفلسطينيين، هو بحد ذاته مكر عظيم المستوى من الله سبحانه وتعالى للإيقاع بالظلمة. في هذا البين، لماذا سقطوا في المكر الإلهي؟ لماذا سقطوا في الفخ؟ وكيف تم استدراجهم إلى هذا الفخ؟ وهل أن هذا الفخ هو صناعة إلهية بحتة دون تدخل الإرادة البشرية والقدرة البشرية، بحيث أننا نكل الأمور إلى المكر الإلهي، هو يدبر الأمور، هو الذي يوقع الظلمة في الأفخاخ ونحن علينا أن ننتظر النتائج، نأخذ الحصيلة كيفما كانت، أم أن لنا نمط من أنماط المشاركة في ترسيم حدود النجاح لعملية الإيقاع بالظلمة ولعملية استدراج الظلمة. للوهلة الأولى قد يبدو هذا الحديث غريبا، ولكن حينما نتأمل من كل السياقات المتعلقة بالإرادة الإلهية التي تم التحدث عنها في القرآن الكريم، نجد أنها دوما كانت ترتهن إلى تفاعل الإرادة البشرية مع الرغبة الإلهية، اللطف الإلهي، الإمداد الإلهي، النصر الإلهي، الرعاية الإلهية، كل هذه الأمور التي تعبر عن نمط من أنماط الإرادة الإلهية، نمط من أنماط الفعل الإلهي، دوما قرنت بالعامل البشري وتفاعل هذا العامل. إن تنصر الله، لا يأتي النصر من دون أن تنصر الله، هنا شرط جزاؤه ينصرك، مو شرط النصر وجزاؤه أن تنصر الناصر، وإنما اذهب إلى طريق النصر، اعمل بكل الوسائل الموضوعية لتحقيق هذا النصر، عندئذ سينزل النصر الإلهي، يعين، يضاعف الجهد، يبارك بالجهد، ويلقي الرعب في قلوب الأعداء. بناء على هذه المقدمة المختصرة، تعالوا لنذهب إلى قصة طالما أثيرت ولا زالت عالقة بعنوانها أحد المشاكل الأساسية
في فهم القضية المهدوية والتفاعل معها بطريقة حقيقية، ليس التفاعل تفاعل الشعار أو تفاعل القلب أو ما إلى ذلك، وإنما تفاعل الإرادة المؤمنة بكل طاقاتها وبكل إمكاناتها مع هذه القضية. هذه القضية تأخذ شكلها في البداية بقصة العلامات الحتمية والعلامات غير الحتمية، والشيء الذي يتبادر إلى ذهن الغالبية وللأسف الشديد أن العلامات غير الحتمية ما إلها أهمية، مو مهمة، المهم العلامات الحتمية، مع أننا رأينا أن العلامات الحتمية كالسفياني على سبيل المثال عبر عنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما قيل له السفياني من المحتوم، قال بلى. حينما سئل إذا كان من المحتوم هل للمشيئة الإلهية فيه دخل بحيث تغير المحتوم إلى غير المحتوم، قال بلى. ما مؤدى الرواية. عندئذ سئل إذا كان المحتوم يمكن أن يبدو لله به المشيئة وأن تكون له القدرة على تغيير المحتوم إلى سواه، عندئذ ماذا بشأن الإمام المهدي؟ قيل أننا نخشى أن يكون الإمام المهدي أيضا لله فيه المشيئة، وبالنتيجة يلقي ظلالا من الشك على أن قصة الإمام يمكن أن لا تتحقق. ماذا كان جواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ قال الإمام المهدي من الميعاد، من الوعد الإلهي، والله لا يخلف وعده. في هذه الأسئلة من الواضح جدا أن السائل استخف بغير المحتوم واستهان بغير المحتوم، بينما حينما نلاحظ الروايات نجد أن الحجم الأكبر من روايات العلامات هي من العلامات غير الحتمية. وإذا كانت ليست مهمة، إذن لماذا تحدث الإمام بهذا القدر الكبير من الروايات ومن العلامات؟ مئات العلامات غير الحتمية أشير إليها في الروايات. إذا لم تكن ذات دلالة أساسية وحاسمة في قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إذن لماذا ذكرت بهذه الطريقة وبهذه الشكل؟ بل هي ترتهن أيضا إلى قصة أخرى أيضا ورد التأكيد عليها، وهي أن الفتن والبلاءات والاختبارات والغربلة والزلزلة والتمحيص وما إلى ذلك كلها تدخل في إطار غير الحتميات. أصل البلاء يمكن أن نقول بأنه معلم ثابت في مسير المؤمنين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لكن كثرة التفاصيل المشار إليها في هذا المجال هي الأخرى يمكن أن تعد بأنها يمكن أن تتحقق ويمكن أن لا تتحقق. الإشكال هنا إذا ما اعتبرنا أن علامات الظهور هي البوصلة التي تدلنا على الطريق، إذن هذه البوصلة سواء كانت تعبر عن شيء صغير أو عن شيء كبير هي من جملة الأمور التي يعنى بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأنها من صلب مهامه. حينما جعلوا أئمة، لماذا جعلوا أئمة؟ لأنهم يهدون بأمرنا. والهداية متى نحتاجها؟ نحتاجها تارة الهداية العامة نبقى نحتاجها في كل الأوقات، لكن الهداية الخاصة
حينما تدلهم الدنيا، حينما تتراكب الفتن طبقة من بعد طبقة أو ظلمات بعضها فوق بعض، اجيت حاجتك أنت هنا للهداية راح تصير. بوقت اللي يكون الليل مظلم جدا احتياجك للشمعة قد يكون ضروري لو مو ضروري. لذلك هنا ما يمكن أن نستهين بأي قضية ذكرها الإمام، لكن حتى نفتهم ليش هذا الأمر علينا أن نشير إلى أن الفعل الإلهي حينما قيل لنا يجب أن تشاركوا فيه حتى يتحقق، عندئذ حينما تطلق الرواية بعنوانها علامة غير حتمية. هذه لماذا كانت غير حتمية؟ لأنها أوكلت للإرادة البشرية، والإرادة البشرية من شأنها أن تعجل في حصول هذه العلامة أو تضخمها أو تلغيها أو تقلصها وفقا لطبيعة المشاركة البشرية في هذا المجال. قيل إن خطرا موجودا على الطريق، وانتبهوا سياراتكم، خففوا، انتبهوا إلى الطريق. كل هذه الأمور قيلت لنا، من لا ينتبه إلى الطريق سيصل إلى الخطر لا شك ولا ريب، لكن سيصل بأي طريقة؟ ما مستعد المواجهة أو مستخف بطبيعة الخطر. إذن يمكن للخطر أن يضاعف من تداعياته ويضاعف في مخرجاته بحيث يكون مؤذي أكثر مما أشير إليه في الرواية. السبب شنو؟ الإرادة البشرية تخلفت عن التجاوب مع التوجيه الإلهي أو مع توجيه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أو أننا حينما قيل لنا أن خطرا في الطريق أعددنا أنفسنا للتعامل مع هذا الخطر، أوجدنا في بصيرتنا حجم الخطر، صورة عن حجم الخطر، قدرنا كيف نتعامل مع هذا الخطر، أعددنا واستعددنا إلى هذا الأمر. عندئذ هذا الخطر سيكون خطرا بالطريقة المعظمة أم أنه تم تخفيفه نتيجة لماذا؟ نتيجة للاستعدادات، أو بتعبير نتيجة لتدخل الإرادة البشرية، إرادتنا في أن تغير مسار التاريخ. هذا المسار من الناحية الفلسفية، خليني أشير إليه وأوضح لكم ليش أقوله من الناحية الفلسفية. العلل عادة اللي تمر بينا أنماط متعددة. أكو علة نسميها علة تامة لا يضايقها أي شيء في وجودها، لا يزاحمها ولا تزاحمها أي علة، علة تامة. وأكو عندنا علة ناقصة يمكن أن يعتورها التصادم مع علل أخرى فتخف أو تتضخم، ويمكن أن يؤثر عليها الإنسان بنمط من أنماط الإرادة. عند ذلك يمكن أن يلغيها أو يمكن أن يتركها تتفاقم إلى حد كبير. في مثل هذا الحال العلة التامة الأحداث التي ترتبط بعلل تامة، هذه قيل عنها بأنها من المحتوم. هذه محتومة. العلل الناقصة اللي بيها إمكان الزيادة والنقيصة عبر عنها بأنها علامات غير حتمية. بالعلة التامة اللي أنا قبل مدة ضربت هذا المثل، أنا أريد أخرج من هذا المكان، إرادتي عندي قدرة، ماكو مانع، كل الأمور مهيئة إلي، ماكو عقبات قدامي، إذن إذا قررت الخروج يمكن أن أنشئ علة تامة للخروج.
لكن ماذا لو أثناء خروجي سقطت نخلة أمامي؟ فهذه ما داخلة بإرادتي أنا، ولا إلها علاقة بالعلل اللي أنا أنشأتها. هنا دخلت مشيئة أخرى، خلينا نسميها المشيئة الإلهية، أسقطت هذه النخلة، وبالنتيجة أدت إلى أنه ينشأ مانع أمام ما كان علة تامة. العلة التامة بقت تامة؟ ما بقت تامة، تحولت إلى علة ناقصة، وبالنتيجة يمكن للمحتوم مع كل تفاصيل المحتوم يمكن له أن يتغير، بس مو بفعلنا إحنا، مو بإرادة منا بعنوان أن نؤثر على نفس العلة، لأنه مو بديان العلة كملت. لكن أنا بوقت اللي أشوف العدو أوجد لنفسه علة تامة، فذهبت لأوجد الموانع والعقبات أمام عمله، عند ذلك ما الذي سيحصل؟ هو أوجد العلة التامة، أمريكا أوجدت لديها أموال، قدرة، جبروت، غطرسة، وحشية، كل هذه الأمور بديها. أنا أقدر أأثر من جهتي، رغم أنه هو أوجد كل عناصر القدرة اللي يقدر يتعامل بها مع أي خطر، ولذلك تشوف الغرور اللي موجود عندهم، يتصورون كل الأمور بديهم. لكن ماذا لو أن المظلوم أنشأ عللا مضادة، أنشأ عقبات مضادة، إيش راح يصير هاي القدرة؟ قدرة بلا حدود تستاهل الغطرسة؟ لو الغطرسة تتحول إلى مكر إلهي، لأنه هذا ماخذ الغرور ومتقدم إلى الأمام ويتصور أنه ماكو شيء قدامه، وإذا بي يقع بالفخ. هذه القدرة تذهب بنفسها إلى الرمال المتحركة فتغطس في مستنقعها أو تغطس في الرمال. بناء على ذلك أنا أعتقد أن أهمية العلامات غير الحتمية أهمية قصوى. ليصير في بالكم أنه إحنا علينا أن نهتم بالعلامات الحتمية وخلاص، مع أن الغالبية لا يعلمون ما هي العلامات الحتمية. يقرون الرواية أنه أكو خمس محتومات، يتصورون هن هذني شرائط الظهور، مع أنه اثنين منهن قبل الظهور، واحدة تتعلق بالظهور، اثنين منهن بعد الظهور. تذكر الرواية اليماني والسفياني والصيحة وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء، مو هذه الخمسة اللي ذكروها؟ يماني وسفياني قبل الظهور، الصيحة إعلان الظهور، الخسف وقتل النفس الزكية من بعد الظهور قبل الخروج. بينما اللي موجود في الروايات ربما يتجاوز 21 علامة حتمية. هذهم عادة للي عادة يمارسون حالة من حالات الارتجال في التعامل مع القضية المهدوية. أنا هنا أنصح وأحذر، القضية المهدوية في الروايات معقدة للغاية، ولا تؤخذ من ظاهر الرواية. هذه القضية في داخلها منهج يعبر عن هدى أهل البيت، لا تنسون هذه الصفة عند أهل البيت. لا يمكن لهم أن يرسلوكم إلى عالم الغيبة من دون أن يزودوكم بالآليات والوسائل والخطط التي من شأنها أن تحقق الهدى الذي يريدون. بالنتيجة غاب الإمام، أنت شلون تندله؟ مهمة من؟ مهمة الإمام نفسه أن يخلي لك مصابيح على الطريق حتى تقدر تندل. هنا بطبيعة الحال
العلامات ما قيلت لكل زمن الغيبة، وما قيل إن زمن الغيبة قد رح يستمر، لأنه في الكثير من الأحيان يعتمد على مقدار دخالة الإرادة البشرية في تهيئة الأمور إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ما حدد بزمن، ترك الأمر إلى الأمة، واجب عليكم أن تفعلوا كذا وكذا فيما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى غيبة الإمام بأبي وأمه. والغيبة تعلل بقضيتين لا ثالث لهما غير الإذن الإلهي والتدبير الإلهي، هذا بحث آخر. لكن من الناحية الموضوعية، قلة الناصر وقوة العدو هذين العنصرين الأساسيين في أسباب الغيبة. ومهمة المؤمن كما عبر الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه لأمير المؤمنين: ستغدر بك الأمة من بعدي، فإن وجدت أعوانا، إن وجدت أعوانا، المشكلة بالأعوان، إن وجدت أعوانا فنابذهم، وإن لم تجد فاصبر حتى تجد أعوانا. أوكلت القضية صبر، اللي هو زمان عدم تحقق الفرج، لكن اذهب لإيجاد الأعوان من أجل إيجاد القابلية في داخل الأمة التي يمكن لها أن تحقق المشروع المرتبط بالفرج. بناء على ذلك هنا نيجي اعتراض، هذا الاعتراض يعبر عن البعض بأنه أنتم إذا تتكلمون عن الغيبة بهذه الطريقة راح تصطدمون بتناقض مع الروايات. يا بشلون؟ يعني إذا تقولون أن المؤمنين يجب أن يوجدون القدرة في واقعهم، يجب أن يرتبوا أمورهم، يجب أن يعدوا ويستعدوا وما إلى ذلك، هذا يمكن أن يحولهم إلى راية، والراية بتعبير الإمام عدة من الأئمة: كل راية ترفع قبل قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه فهي راية طاغوت. فإذا أنتم جاي تتحدثون بهذه الطريقة، روحوا راكموا القوة، روحوا أوجدوا القدرة، روحوا هيئوا أنفسكم، روحوا ربوا أنفسكم، هذه القصة تتراكم شيئا فشيئا وتتحول الذرات إلى جبل. بعد ذلك أنتم مجبرين على أن تحملوا راية أمام الذين يقفون أمامكم، وبالنتيجة تبتلون بأن تحملون راية الطاغوت. رواية راية الطاغوت كثيرة متعددة ومن عدة أئمة، لكن هل يا ترى أن كل راية ترفع في زمن الغيبة هي راية طاغوت؟ إذا كان الأمر كذلك، إذن لماذا امتدحت راية اليماني؟ لماذا امتدحت راية المشرقيين؟ لماذا امتدح جيش الغضب؟ وهذه كلها في زمن الغيبة. لو أنا مشتبه فكلهم في زمن الغيبة ذني. إذا هن لمجرد أن راية ترفع تتحول إلى راية طاغوت، طبعا هذا الفهم للأسف مسيطر على قطاعات كبيرة، لا تتصوروا أنه هذا الفهم ما إلى وجود. كثيرين الآن من اللي عندهم موقف من العمل السياسي الإسلامي الذي أنشأ دولة الإمام الخميني واستمرت هذه الدولة، لديهم موقف من هذا الأمر بسبب هذه الروايات. وأيضا لا زال هؤلاء يتحدثون بنفس المنطق أمام الأمثلة الأخرى. لذلك هذا الافتراض مو افتراض عبثي، وإنما عبارة عن توهم في فهم رواية.
والسبب يعود إلى ماذا؟ لأنهم لا يقرؤون القصة المهدوية بكل أبعادها من لسان أهل البيت. يقرأ لقسم ويكتفي بهذا القسم ويجي يحكم على كل المسارات هكذا ومو هكذا وإلى آخره. نفس القضية اللي يقع بها اللي يعبرون عن الانتظار، روح ربي نفسك خلاص ما عندك شيء آخر. نفس اللي يعبرون أنه الانتظار ما بي لا تمهيد ولا استعداد ولا هم يعدنون، وإنما أبقى أدعو للإمام بلكي الله يفرجها وهو يجي يصلح الأمور. السبب وين هنا؟ قرأوا جزءا وتركوا بقية الأجزاء، بينما القصة المهدوية في روايات أهل البيت قصة متكاملة، من تحذف جزء تبقى القصة ناقصة، ما تقدر تشوف المشهد. بالضبط مثل ما أشرنا أكثر من مرة إلى أن العلامات حتى تفهم علينا أن نمثلها بطريقة بمثال لعبة الصور المبعثرة البازل. الصور المبعثرة صورة كاملة قطعت إلى أوصال وقيل إلك تعال ضع كل قطعة في مكانها. من تضع كل قطعة في مكانها الصورة تتوضح لما تتوضح، أما إذا بقت بعض الأجزاء ما موجودة راح تعثر على الصورة لو ما راح تعثر على الصورة، ما راح تعثر على الصورة، ما راح تتوضح الصورة. هؤلاء حينما يأخذون جزءا من روايات الأئمة يقعون في مشكلة عدم رؤية الصورة الكلية. وحتى أضيف إلى الشعر بيت هنا، أقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما تحدث عن مستقبل القضية المهدوية وما سيجري في أيام الانتظار وفي أيام الغيبة، هل تحدث بناء على رؤيته للصورة الكاملة أم أنه وجد قطع متناثرة هنا وهناك وتحدث بها أمامنا ولم يكن لديه أي تصور كامل عن الموضوع؟ شنو رأيكم إمامنا وين؟ بيا طريقة عند صورة كاملة واقتطع لنا أجزاء من أجل أن تدلنا على الحدث أو لا؟ لا شك ولا ريب أن الإمام لديه صورة متكاملة عما يجري عما سيجري، لكنه حدثنا بقطع منها وأراد لنا أن نكمل مسار ترتيب هذه القطع. الآن تسأل أحداث كبرى كأحداث غزة ليش ما مشار إليها بالروايات؟ حدث اليمن الحالي ليش ما أشير إليه بالروايات؟ حرب عالمية كبرى أولى ثانية ليش ما أشير إليها بالروايات؟ قنبلة ذرية ليش ما أشير إليها بالروايات؟ معقول الإمام ما شافها؟ لو انتقى لنا نماذج من شأن دراسة هذه النماذج أن توصلنا إلى الصورة الكلية. تذكرون الإخوان اللي يعني حضار هذا المكان المبارك اللي متابعين المحاضرات هذه، احنا تحدثنا عن ضعف إسرائيل من جد من سنوات، نقول إسرائيل راح توصل إلى يعني إلى ضعف وانهيار يؤدي إلى أنها تستنجد بالأمريكيين. تحدثنا عنه بهذه الطريقة لو ما تحدثنا عنه؟ فتحدثنا عنه عدة مرات. أنا ما يحتاج الإمام يجي يفصل لي شلون راح تجي الحاملات الطائرات وراح تجي قصة غزة وراح ينضربون بالصواريخ والمسيرات ما يحتاج. الإمام يعطيني المعلم الأول علي أن أروح أكمل. ولذلك الأحداث حتى الموجودة في الروايات لا يمكن لنا أن نفهمها من خلال الترجمة اللغوية لهذه الروايات. الحدث يجب أن يفسر كحدث تتعامل به عوامل متعددة تؤدي به
إلى معطيات متعددة، كل حدث إلى مخرجات كثيرة علي أن أفكر بها سلفا. يعني من يقول لي راية الخراساني أو راية اليماني، وهو قال راية الخراساني، أنا إيش أقول؟ راية الخراساني علم وطالع وحده، لو هذه راية بها جيش، وهذا الجيش به لوجستيك وبه أفراد وبه أسلحة وبه 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 إلى آخره، يحتاج إلى المساحة الفلانية، يحتاج إلى القدرة المناورة الفلانية، هذه ما أجدها في الروايات. لكن يكفي الإمام أن يأشر لي حتى أروح أدرس حركة الجيوش بها طريقة صيد، حتى أفهم الرواية عليكم أعرف ذني. هذه ما عثر عليها بالترجمة اللغوية، الراية يعني الموضوع الفلاني، لا، هذه كن أضع الراية على الأرض وأشوفها على الأرض، أحولها إلى مصداق تاريخي أو مصداق اجتماعي حتى يمكن إلي أن أشوف القضية بشكل كامل. أما إذا رحت كما هو المنهج المعتاد التقليدي، الكلمة الفلانية أرجع إلى لسان العرب، إلى القاموس المحيط، أشوف شنو ترجمتها. نار تشبه الهردي العظيم عظيم، أنا أروح مباشرة أفتح القاموس المحيط، يا بالقاموس المحيط كلمة الهرد شنو معناها؟ يقول لي الكركم. الحمد لله والشكر اتهمت الرواية وأزل صفحة عنه. جاي يتحدث عن أحداث كبرى، هذه نار عظيمة تبقى 3 أو 7 أيام والاختلاف من الراوي، ويتحقق وراها فرج كبير جدا، تعال احسبها بها طريقة يتحقق الفرج. إذا كان الفرج من الله سبحانه وتعالى بكل تفاصيله، إذن على شنو هاي النار الهردية أو النار الصفراء؟ على شنو؟ الله من الأصل هو يكتب إيجاد هذه القضية وتحقيق الفرج وتنتهي القصة. لكن مهمتي لفهم هذه القضية علي أن أروح أفهم نفس المفردات اللي شلون تحصل. وهذه ميزة علامات الظهور. أنا أناشد أخواننا الباحثين المحققين لا سيما اللي بالحوزة، هنا مو درس الأصول، درس الفقه، وتتعاملون وياه بنفس الطريقة اللي تتعاملون بها مع معطيات الروايات الفقهية. الروايات الفقهية قالب محدد، كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته، القالب طهارة ونجاسة. أما من يقول الصير القضية الفلانية يقتل بها 100,000 تكون رحمة للمؤمنين ونقمة على الكافرين، هذه شلون تحلها؟ بها طريقة غير تروح تقرب الأمور تشوف يا حدث اللي أدي إلى أن يكون فيه المحصلة قتل أعداد كبيرة من الكافرين. والغريب هنا قد واحد يتعمق يقول ها أنا حليته، راح يصير زلزال ويقتل 100,000، كأنه الزلازل تنتخب، هذا مؤمن طلع على كتر وذاك كافر خليه تحت الزلزال. ظواهر الجيولوجية ما تتعامل بهذه الطريقة، هذا فعل بشر، البشر هو اللي ينتخب، هو اللي ينقي. هسه بناء على ذلك احنا في قصة العلامات غير الحتمية، لما قلنا أنها ترتهن إلى طبيعة دخالة الإرادة البشرية في بلورة صورتها النهائية، في إخراجها بالطريقة اللي تأخذ بعدها النهائي أو تجسداتها النهائية. شوف هنا أنا ما تحدث عن اليمن، بس تحدث عن المكر الإلهي. هنا شلون نفهم القضية؟ اليمن شعب فقير، بنقي الأهداف بمحدود جدا، تضاريس وعرة جدا، آليات العمل عنده
في الكثير من الأحيان ترتهن إلى الإرادة البشرية أكثر من الإرادات التقنية أو وسائل التقدم التقني العالي. يعني ما عندهم حاملات طائرات، ما عندهم سفن ضخمة، بس عنده صاروخ خلق قده يمكن أن يأثر على حاملة الطائرات. هذه من صنعها؟ صنعها من أدوات الفقراء. كلفة الأهداف اللي عنده زهيدة جدا. في المقابل يجي واحد بنقي الأهداف مالته كبير جدا مترامي على كل العالم، يريد يقاتل هذا اللي ما عنده أهداف، يمكن أن تاذيه أو تقصم ظهره. قتل متعلمين على القتل، وهم مؤمنين بقصة اسمها شهادة وتضحية وصبر وكرامة وعزة، عندهم هاي الأدوات مسلحين بها. هذه اللي ما عنده الطرف الآخر. من يصير هذا الأمر في عادة في تقنيات الحروب، أكو شيء يستخدم بالحروب العصابات، ويمكن أن نعممه إلى المعركة الحالية، يسموه حرب البراغيث. حرب العصابات يسموها حرب البراغيث. ليش حرب البراغيث؟ يقولون الكلب جثة كبيرة، لكن يمكن للبرغوث اللي هو ناعم جدا صغير جدا أن يقتل الكلب. السبب شنو؟ لأنه جسمه كبير يمكن أن يصاب في أي وقت يريد البرغوث، بينما هو قد ما يحرك ذيله، قد ما يحرك أقدامه، قد ما يحرك أياديه، ما يدري وين هذا، ما يقدر يصيبه. يجوز بالألف مرة يجوز يقدر يصيبه، بس بطريق الصدفة. السبب شنو؟ لأنه آليات عمله آليات بدائية جدا ما يقدر يوصل إلها، اللي صاحب الآليات العظيمة والكبيرة والتقنيات العالية. يعني أنا أسوي رادار ضخم لكشف حركة الأفراد، الحركة هم أجي أقنن الأمور من يمكن أن يتحركون، من النقطة الفلانية، من النقطة الفلانية، من النقطة الفلانية. مثل ما الآن صارت، الجهد السيبراني اللي قدم العدو في الإمساك بمعادلات الردع مالته جهد كبير جدا. واحدة من القضايا اللي سواها حزب الله خلال هذه الفترة بمبالغ زهيدة جدا، ذيك مبالغها باهظة جدا، راح ضرب شكو أعمدة انترنت، تشويش، رصد، تسجيل، رقابة، رادارات، راح ضربهم بأسلحة خفيفة جدا، كورنيت وما إلى ذلك. الحمقى البراغيث الإماراتية والبراغيث السعودية والبراغيث الصهيونية يستهزئون بهذا العمل، أنه يسمون سماحة السيد حسن أبو حرب العواميد، يضرب عواميد. وهذا كلام الجاهل اللي ما يدري شنو، بينما هذا بآليات بسيطة بتقنيات بسيطة جاي يضرب عين العدو، سمع العدو، قدرة العدو على التشخيص جاي يطيح بها، جاي يسقط. العدو أصبح أعمى، وبالنتيجة تقدر تنال من عنده بالوقت اللي تريد وبأي طريقة تريد. وين صارت الجثة الضخمة؟ يقدر يجيب الصواريخ النووية يضربهن على هاي المكانات؟ ما يقدر. والأخوة تدرون يمكن لأمريكا، يمكن للصهاينة أن يضربون اليمن صار صواريخ نووية، ويجوز في زعمهم أنه هذه تكفي لإيجاد حالة الردع. لكن اللي مسلح بفلسفة الشهادة، واللي يعتبر الشهادة عبارة عن بشرى وعبارة عن جائزة
وفي صلاة يدعو بإلحاح مع دموع: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك وقتلا في سبيلك فوفق لنا. هذا اللي يسلح بهذا السلاح لا يمكن إلى أن يتأثر بكل أسلحتهم الضخمة. شنو اللي يصير الآن؟ أمريكا جاي تتعامل مع دولة إلها قدرة أن تتعامل مع الحدود البحرية ابتداء من بوابات البحر العربي، بحر العرب، وصولا إلى قناة السويس. هذه قناة السويس شنو؟ وقناة باب المندب شنو؟ إلهن موقع جيوبوليتي في غاية الأهمية، بحيث أنه يمكن أن يعدل أو يضع بصمة كبيرة جدا على كل أوضاعهم وكل خططهم. عفوا، أنا قلت جيوبوليتي، جيو استراتيجي، على المستوى الاستراتيجي. جغرافيا لا على البال، لا على الخاطر، ما حد يفكر بيها، بس إجا وقتها. والآن إلك أن تنظر باب المندب ومضيق هرمز والبحر العربي اللي هو صاير ممر ما بين آسيا وأفريقيا وصولا إلى أوروبا. بيد من؟ بيد المحور الشيعي. وبيد من؟ بيد يد مؤثرة للغاية. شفت المكر الإلهي لما يتورطون هيك ورطة؟ الآن دخلوا إلى المغطس وشي خلص شي أطلعوا. وهذا هم متعلم من ضرب أهداف كثيرة خلال هاي الفترة، يقدر يضرب أهداف ويستمر بهذه الطريقة لأن ما تكلف شيء، واللي انطاهم مستعد يطي، ما انقطع الطريق، اللي علمهم لا زال موجود. لذلك ورطة الصهاينة مع الفلسطينيين كانت مكر إلهي كبير جدا. نعم، قتلوا بهم، بضعوا بهم، أجرموا بهم، هذه كانت هدية صهيونية إلى الحق الفلسطيني، فضحوا أنفسهم أمام العالم. اليوم حقيقة الموقف المشرف لجنوب أفريقيا في أن تعرض هذه الوثائق، هذه الهدية، تعرضها على المحكمة الدولية، والمحامي اليهودي يقول إحنا محرجين جدا، ما نقدر نجابه هاي الأمور. المحكمة الدولية خو من مفرداتهم هم، لكن اذهب إلى أدواتهم يمكن إلك بمقدار. إذا قالوا ما ندخل بهذا الموضوع فضحوا أنفسهم، عندهم مقدار من الحياة يجب أن يتجهون إلى إيجاد صيغة معينة، بالنتيجة هاي الصيغة ستخدم الحق الفلسطيني. من اللي غطس؟ تذكرون قبل 3 أسابيع قلت لكم، ربما أو قبل شهر قلت لكم، أنا تقديري أن الصهاينة بعد الهدنة الإنسانية اللي خلوها شوية شوية راح ينسحبون، حتى لا يعلن الانسحاب بشكل كامل، بطريقة أو بأخرى يجرم منا ويهيئ للانسحاب منا. اليوم جاي يسوون، جاي ينسحبون ولا ما جاي ينسحبون؟ واليوم بدأوا يطرحون طروحات عجيبة في إطار العمل على إنهاء الأزمة. هاي الطروحات شنو؟ بيها فلوس للفلسطينيين، بيها أعمار للفلسطينيين، بيها أخراج لكل الأسرى، بيها 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 إلى آخره. وين صارت كل هاي الغطرسة؟ سنقضي وما إلى ذلك. هذا الفخ الإلهي من يترتب ويدعم بالإرادة البشرية. وحقيقة الفلسطينيين ضربوا مثل عالي جدا في الصبر الذي يريده المجتمع، الذي يريد أن ينتقل إلى حضارة كبرى اللي هو مجتمع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هنا أنا لابد هم أن أوضح لبعض كسال العقول، التمهيد اللي نتحدث عنه للإمام صلوات الله وسلامه عليه
لا تفكروا أنه لازم يجي بإيديكم، لازم يجي بإيد مذهبية كاملة وما إلى ذلك. ماكو هذا المنطق. الإمام تحدث عن أن هذا الأمر سينصر بأناس إلهم الصفة الفلانية البعيدة عن التدين لو لا أتحدث. هذول اللي بعدهم بعقلية أنه ذولا ينتمون إلى المذهب الفلاني وما إلى ذلك، تبا لمثل هذه العقلية. إحنا كنا في مركب واحد، بل أنا أزعم المسيحي في داخل مركبنا واليهودي المتدين أيضا في داخل مركبنا، ويجب على الجميع أن يتحدون، لأن غرق الكل، يعني هذا المركب إذا غرق الكل سيغرق. العدو طبيعته يفتت، يعزل، يشتت القوى من أجل أن يستفرد بواحد واحد، أو أن يجعلهم يتقاتلون هو يقعد يتفرج فيما بينه، هو يخلق المشكلة وبعد ذلك يجي حريص على البعد الإنساني وحقوق الإنسان، ودير بالكم لا تقتلون الصورة الفلانية، ودير بالكم على التراث الفلاني، وإلى هو اللي فعل المشكلة، هو يقدم نفسه ترى أنا حلال المشكلة. الشعوب الواعية تعرف أن حلال المشكلة هو صانع المشكلة نفسه. لذلك هذه الشعوب تتعرض إلى مظالم كثيرة غير بقية الشعوب. السبب لأنها شعوب حية وشعوب مخيفة جدا إلى الآخر، إلى الظالم. من هنا أنا أعاود القول: إلى أولئكم الذين يرون في هذه الأعمال ما من شأنه أن يوجد راية طاغوت. في الروايات أشير إلى رايات ممدوحة. لما أكو رايات ممدوحة، إذن علينا أن نفسر راية الطاغوت هذه المذمومة بطريقة تتناسب ويا الرايات الممدوحة. شنو هاي الطريقة؟ كل راية ترفع قبل قيام قائمنا وهي تتحدث بأنها ممثلة إلى القائم فهي راية طاغوت. هذا الحديث من زمن الإمام الباقر يتردد بالوقت اللي قرروا الأئمة أن الأمة غير قادرة على أن تخوض معارك جديدة. في نفس الوقت كانت المجاميع الزيدية، المجاميع الحسنية اللي عادة ما تلتزم بهدي أهل البيت، كانت يوميا رافعين راية ويسمون أنفسهم بأنه هذا هو مهدي آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله وعليه. لذلك تذم لو ما تذم. القصة وخلاصتها كل راية تيجي تنصب نفسها بعنوانها ممثلة لأهل البيت، هنا أنا ممنوع. ناطقة باسم أهل البيت، هنا أنا ممنوع. ما لك حق، أنت ما ماخذ نيابة من أهل البيت. نعم أنا وأخويا وصديقي وجماعتنا وجماعات الآخرين أمرنا بالمعروف، نهينا عن المنكر، أوجدنا قدرة عندنا، شنو المشكلة أنه أنا أروح أقيم راية لمجاهدة الباطل في منطقتي وقادر، والأثمان اللي أدفعها مهما تكون مدهشة، الأثمان المهلكة من الناحية العقلائية. شنو؟ ليش أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أمرنا لأنه لازم نسويه ذنب، أكو خلل جاي يصير في تراكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. راح نوصل في يوم إلى أنه إحنا صرنا أصحاب قدرة، عندنا نقدر نفرض معادلات على الباطل، نقدر نضغط على الباطل يعدل سلوكه، مو إحنا نعدل سلوكنا بناء على ضغوط الباطل.
اليوم من تقرأ أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منهاج الصالحين أو في تحرير الوسيلة أو في أجوبة الاستفتاءات أو في أي رسالة عملية لأي مرجع من المراجع، شي حدث عنه؟ يقول لك بمقدار ما تتمكن. طيب أنا هذه المقدار ما تتمكن إذا نميتها 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 دفعة واحدة شفت روحي أقدر أسوي شرطة، دفعة واحدة شفت روحي أقدر أسوي جهاز تنفيذي يعمل على مراقبة المنكر ويكافح هذا المنكر. أكو أحد يقول لي لا مو زين تسوي؟ منطقا شرعا كلها تقول لك تفضل روح سوي إذا تقدر سوي. واليوم النتيجة العملية هي هذه، لو قدر أنه الشيعة اليوم ما عندهم هذه القدرة من الذي سينصر فلسطين؟ وقد رأينا أن الأغلب الأعم الأغلب من الذين كان الفلسطينيون يتصورون أنهم علماء الأمة وأئمتها، خذ لهم لو ما خذ لهم، خونوهم لو ما خونوهم، أيدوا عدوهم عليهم لو ما سووها، سووهم لو ما سووهم. فتبين أنه لولا القدرة اللي عندك أنت قدرت تحفظ صورة من صور عزة الأمة. طبعا جهد الفلسطينيين جهد هائل جدا، وأنا واقعا يعني ما أقدر أقول أثني على هذا الجهد، كلمة أعظم بكثير يراد حتى نشوف هذا الصبر ماذا أدى ماذا فعل. وكل هؤلاء نساء أطفال شباب مقاتلين غير مقاتلين أبرزوا من الصبر ما يجعلنا نفتخر بأنه في هذه الأمة أكو هيج نماذج. نعم من أهل السنة، ثم ماذا؟ هم في مركبنا ونحن في مركبه. لا إحنا رايدين يغيرون مذهبهم ولا هم هم رايدين أن يغيروا مذهب. الكل مقتنع أنه هذه السفينة يجب أن تصل إلى بر الأمان ما دام أكو هذه الوحوش اللي موجود. والمشكلة أن تضع إيدك بإيد أخوك. اختلاف الرأي شو وقت كان مشكلة كبيرة في مجال تعاون، وقرآن يتحدث ما يتحدث عن الفواصل المذهبية، يتحدث قل تعالوا إلى كلمة سواء على المشتركات على القواسم المشتركة اللي موجودة. فإذا أنا يجي واحد بوذي وثني يقول لي أنا أريد أوقف في الأمم المتحدة أريد أدعم هذه القضية، أقول له لا ما يصير، هاي مالتنا ما يصير. يا عقل هذا اللي يفكر بهذه الطريقة، لا عمي تعال جزاك الله خير، إحنا نريدك ونوقف وندعمك ونساندك وإلى آخر. وشفت جنوب إفريقيا وقعهم يعني مؤلم، ولا عربي يتقدم للشكوى في المحكمة الدولية، تتقدم جنوب إفريقيا آخر الدنيا، لكن لأنه ضاقوا المرقبل بنفس الطريقة اللي الآن الصهيوني يحاول أن يعيد الكرة إلى طبيعة الجرائم اللي ارتكبوها البريطانيين في جنوب أفريقيا في نظام الفصل العنصري. الإيرلنديين ليش هالقد متحمسين الآن إلى قضية فلسطين إلى درجة يهان السفير الصهيوني ويقولوا له أخرج من البلد؟ ليش؟ لأنه عاشوا نظام الأبرتايد نظام الفصل العنصري، وحاولوا البريطانيين أن يبيدوهم لكن الإرادة الحرة بقتهم واستمر. ما لها معنى تقول له أنت أبو إيرلندا إيش عندك داخل بهذا الموضوع؟ فإهنا المراد براية الطاغوت هذه الراية التي تدعي أن بينها وبين الإمام سرا من الأسرار، وهي ممثلة نائبة بعد السفير الرابع لا سفير لدينا حتى ظهور الإمام بأبي وأمي، ما عندنا شيء آخر.
دولة جيش ما إلى ذلك، يمكن أن تكون مرعية، يمكن أن ينزل بها تحيق بها ألطاف الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما يحصل مع أي متدين من المتدينين. لكن ما تجي تعمم راية الطاغوت على كل واحد يمسك، جمعت ظروف أدت إلى أن يمسك بدولة، تقول لا تعال روح عزل هاي الدولة حتى لا تتحول إلى طاغوت، المن تطيها روح اطيها للطاغوت، فما راح تنترك. أنا عندي راية وجاي أقاتل من أجل المؤمنين، لا أنت ما يصير تحمل هاي الراية. زين هاي الراية المن نطيها؟ أكو ذول الفسقة موجودين، العلمانيين موجودين. شوف هنا لعبة إخراج المؤمنين من عالم السياسة شنو يراد من عنده؟ الحجة أن السياسة وسخة وبها نفاق وبها كذا وبها كذا، نعم أنا أؤمن بهذا الأمر، لكن من أترك هذه الساحة لمن أسلمها؟ أسلمها للأوسخ لو للسبب الوساخة لو الغير. وشفتوا تاريخنا شو يسوي؟ شو يتحدث؟ ثورة 20 سووها المراجع والعلماء، يقتلون يجاهدون يستشهدون هم وعوائلهم وأبنائهم، بالأخير يجي حاضر محضر العلماني يا بجزاكم الله خير الجزاء، ترى هاي السياسة وسخة، مو ثوبكم، ترى أكو بيها ذئاب، أكو كذا، روحوا التحبابين قعدوا بمكان بالمسجد بالحسينية وخلونا إحنا ندير الأمور. مو هذا اللي صار ويانا؟ من اللي كان يقلب على المؤمنين؟ نفس الناس المؤمنين. لا تدخلون بهذا العالم، دير بالكم. لكن النتيجة شنو؟ محصلة غباء أدى إلى نتائج في غاية القسوة علينا. يذكرون الأخوان الأعزاء كبار بالعمر زمن السيد محسن الحكيم قدس الله روحه الزكية، إيش قد وصل المد الديني؟ من اللي هرج على المد الديني؟ اللي هرج من داخل، دير بالكم هذا الحزب الفلاني، ذاك التيار الفلاني، هذا الموضوع الفلاني، اجوا سلموها لمن؟ سلموها الحزب البعث، قبلها سلموها للقوميه، قبلها سلموها للشيوعيه، والبريطانيين يسرحون ويمرحون علينا، يبضعون بهذا يذبحون ذاك يفرقون بهذا وبذاك، وبقت الساحة تعاني، لا دعاء ينفع، لا صرخة تنفع، لا ألم ينفع. كل ما قدر صدام أن يسوي نيابة عن هؤلاء ما قصر أبدا والله. مئات الآلاف، نعم اجت تجربة بعد ذلك بها أخطاء، مو معنى تترك، روح للخطأ عالجه، مو معنى تقول أنه خلي كلهم يولون، هذا منطق عدوك مو منطقك أنت، خاصة بالنسبة إلى قضية الانتظار. إذا هي إيجاد الأعوان وإذا هي إيجاد عوامل إضعاف عدو الإمام، هذه كلها سياسة، أن تكون في داخل الملعب مو خارج الملعب. خارج الملعب ما لك حصة ولا تقدر تأثر بأي أثر، وخاصة وجود القاعدة إن الله ليزع في السلطان ما لا يزع في الأديان. السلطان عنده قوة، قدرة، هيبة، خوف، يمكن إلى أن يضبط الأمور. ولذلك الأمير صلوات الله وسلامه عليه يقول لا بد للناس من أمير بر أو فاجر حتى تنضبط الأمور، لا بد أكو قوة تنفيذية تمسك الأمر. هسه الظلم يصير ظلم خاص على الخاصة، أما أن يعم المجتمع كله هذه مسؤولية يجب أن نفكر بها. على أي حال تبقى عندي ملاحظة أخيرة، وإن كان الحديث أعتقد يحتاج إلى الكثير من
يعني الكثير من معالجة الخلل اللي موجود في الفهم العام لقضية الانتظار. لكن أريد أنتهي إلى هذا الأمر، وبعد ذلك يعني أكتفي بهذا المقدار. اليوم من تريدون تنظرون إلى الساحة بشكل عام، إيش قد تقدرون تقايسوها في زمن غيبة الإمام بأبي وأم، في الوقت اللي الإمام قرر الغيبة، من حيث قدرة المتدينين، من حيث ضعف الظلمة، من حيث وجود الإمكانات، من حيث وجود الأعوان، إيش قد تفتكرون تقدرون توجدون نسب للفوارق اللي حصلت؟ من الواضح جدا أن نموا كبيرا جدا قد حصل خلال فترة الغيبة، بمعنى أن السياسة التي قررت الدخول في الغيبة كانت دقيقة جدا وناجحة ومثمرة، مع أنه فيها آلام وفيها من تساءل ولا زال يتساءل وسيبقى يتساءل، هلك بأي واد سلك؟ لكن النتائج نصيب من؟ نصيب مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه، نتائج مفرحة للغاية. لذلك لو أننا نظرنا أن العدو بدأ يتآكل، بدأ ينهار، والصورة واضحة جدا، أمريكا حملت رايات، تعالوا يا عالم خلنا نسوي حلف في البحر الأحمر، ونشروا قائمة لأكثر من 20 دولة. بعد ذلك تبين إيش كم دولة؟ 6 دول. قبل أمريكا بس تشيل الراية ما تحكي أصلا، الكل يجون يخطبون وجهها، نريد ندخل وياكم، غنيمة بعدها موجودة. أما اليوم لا، الغنيمة ما معلومات الغنيمة، لذلك صعبة. فرنسا من يمتى ما تلبي إلى الأمريكيين هذا الطلب، رادوهم اليوم أن يشتركون، ما اشتركوا، ودزوا خبر إلى اليمنيين ما راح نشترك إحنا، ومن اشترك؟ الإيطاليين من يمتى؟ الإسبان من يمتى؟ الألمان من يمتى؟ أذني أقروهن في طبيعة قوة العدو وتلاشي هذه القدرة. وفي المقابل أنت شوف الآن الصهاينة ينضربون من لبنان، من سوريا، من العراق، من إيران، من اليمن، وين كانت عندنا هيك مساحة؟ وهذه المساحة قابلة للزيادة. راح قلت لكم أنه ذكروني أحدثكم عن سياسة النمل أو حرب النمل، وإن كان أشرت إليها سابقا هنا، لكن النمل مخلوق صغير جدا جدا صغير، وأنا وأنت جثث كبيرة جدا بالنسبة إليه، بس نجرب لو 10 نملات يجي للفراش وأنت نايم شي سوان بيك؟ يزعجن لو ما يزعجن؟ إلى وصول إلى أن تنهار الأعصاب، نريد ننام هذا النمل، نضرب نضرب نضرب، تطلع لنا نملة منا، نملة منا، نملة منا. هذه سياسة النمل. أنا أعتقد أهل البيت نجح ونجاح بارع جدا فيه. مين من مبدأ ولي لمن والاكم، صاروا في كل العالم. اليوم واحدة من الأشياء اللي تفكر بها أمريكا، خاف نتورط وياهم، والدورة في كل العالم ذول عندهم مجامع، في كل العالم لهم أنصار، في كل العالم لهم مرتكزات، وهم أجسام كبيرة وذول أجسام صغيرة جدا ما ترى. أعيد والمثل القديم اللي ضربته في شأن عمل المرحوم الشهيد حج عماد مغنية، إسرائيل أمريكا في سنة 1985 جابت سفنها أمام الساحل اللبناني وبدأت تضرب.
المدمرة نيوجيرسي تضرب تضرب تضرب، راح لهم واحد اسمه عماد مغني، ضرب هنا ضرب هنا، تفجير انتحاري هنا تفجير انتحاري، هجوا وطلعوا شردوا. مع العلم قذائف النيوجيرسي كانت معدلاتها قد تصل القذيفة الواحدة بهن إلى وزن 452 كيلو. نهزمه. إجا كاسبر واينبرغر وزير الدفاع، ألكسندر هيج وزير الخارجية في وقته، استدعوهم الكونغرس. احنا اعطيناكم أسلحة الدنيا، أعظم الأسلحة أقوى الأسلحة اعطيناكم اياها، شلون ما قدرتوا تقفون أمام هؤلاء وهم لا يمتلكون أسلحة؟ سما أذكر منو اللي يتحدث واينبرغر لو هيك، لكن بالنتيجة هي هاي جلسة وهاي نتائج. كان تعبيره في غاية الروعة، أنتوا اعطيتونا أسلحة حتى نقتل الناس، شو نسوي باللي هو يدور علينا حتى يقتل روحه؟ تعطلت الأسلحة لو ما تعطلت الأسلحة؟ شوي أفكر بيها، سفي مدمرة هائلة وأوقعت خسائر كبيرة جدا في اللبنانيين. لكن واحد ويا 10-15 واحد قدروا يخلقون معادلة تشرد بها أمريكا، وما رجعت بعد إلى لبنان من ذاك اليوم، بطلوا. هذه سياسة النمل، يمكن إلها أن توجد عناصر من أندونيسيا إلى تشيلي، هاي الساحة كلها يمكن أن تكون بها مرتكزات. من نشأت؟ من ولي لمن ولاكم. أسلوب جد لطيف من الأئمة، بسيط جدا، لكن أعطيت إمكانات لكل من يجيد اللعب في ساحة مجابهة العدو، وأعتقد أنه القدرة هائلة جدا اللي يمكن أن تنتج نتيجة لهذا الأعمال. نقطة أخيرة، اليوم تحدثت عن حرب البراغيث وتحدثت عن حرب النمل، أنا أنصحكم نصيحة وقد تستغربون من عدها. سامعين بكتاب كليلة ودمنة؟ سامعين بيه لو ما سامعين؟ روحوا اقروا. عبالنا احنا قصص أطفال، الآن هذا يدرس بالمعاهد الاستراتيجية، يستخلصون تجربة الحيوانات اللي هي تقاتل بناء على فطرة سليمة، بناء على مقتضيات الواقع اللي تعيش به. راحوا ودرسوا الخطط مال الحيوانات بدهائها بأعمالها بافتراسها بتغلبها، استطاعوا أن يوصلون إلى سياسات كبرى. هذا الكتاب موجود عندنا منذ أيام الطفولة وطفولة آبائنا وأجدادنا، لكن للأسف قرأناه كقصة مسلية نحكي بالليل إلى أطفالنا، لكن ما ندري أنه بي كمس كبير جدا يمكن أن نتعلم به، وموعد أن نتعلم من أي مكان يمكن إلى أن يقدم لنا نصيحة صادقة وتجربة صادقة. حس لي يقال ما يقال عن عبد الله ابن المقفع اللي هو صاحب الكتاب أو ينسب الكتاب إلى، كان من الديانة الفلانية لما كان بالدمال شغل بديانته. أنا أقرأ تجربة، وهذه التجربة مهمة جدا في أن أتعلم منها. الحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.